شدو في قصر القبة، أم كلثوم غنت هنا ليلة عيد لأول مرة، وكان في فنانين كتار جوه القصر أيام العائلة المالكة، لكن أنت أول فنانة تشدو أمام قصر القبة. ماذا يعني لك ذلك وإحنا في عز الكورونا بقى والدنيا صعبة جدا؟ ليه قررتي وافقتي أنك تيجي تعملي الحفلة؟ كيف بدي أقول لا لمصر يعني؟ يعني كنت بتتخيلي أقول لا؟ حبيبتي مصر بحبها، يعني هاي دعوة فرح بعز الحزن اللي نحن عايشين فيه بلبنان. طاقة هيك انفتحت لي، اجت يا مامي جايبت لي معها غصن زيتون، قال لها لا ارجعي على بلدكم، اكيد بدي اجي اغني، هذا شرف عظيم لإلي اني فوت على قصر القبة.